حياكم الله مشاهدينا من جديد. تشهد التجارة الرقمية ازدهارا كبيرا في الدولة، مما جعلها تتصدر دول الشرق الأوسط وشمال في نسبة استخدام المنصات الاجتماعية والمواقع الإلكترونية. هذا الواقع أكده المشاركون في مؤتمر عرب نت، والذي استضافت دولة الكويت نسخته الثانية الأسبوع الماضي، وشارك فيها مستثمرون ومؤسسو شركات عاملة في المجال الرقمي. وقد ساهمت تطبيقات كثيرة في مختلف المجالات الصحية والتربوية والترفيهية والغذائية في زيادة حجم سوق التجارة الإلكترونية في الكويت، حيث تصنف الكويت ضمن أعلى معدلات انتشار وسائل التواصل الاجتماعي عالميا بنسبة تصل إلى 96% من بين السكان، وهو ما حول إلى متاجر متنقلة. حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الأستوديو الدكتور صلاح الفضلي، الأكاديمي المختص في مجال نظم المعلومات. حياك الله دكتور صلاح، منورنا في العالم هذا الصباح. الله يحييك. يعني مثل ما قلت في المقدمة، الكويت تعد من أوائل الدول عالميا في استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، حقيقة قد تكون صادمة لدى الكثير، فما دلالات هذه الحقيقة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا بالنسبة لي غير صادمة، لأن أنا متابع وسائل التواصل الاجتماعي، فمن عدة سنوات الكويت تحتل يعني قمة الهرم في وسائل التواصل الاجتماعي. الإحصائية اللي ذكرتيها صحيحة، 96% من مجمل وسائل التواصل الاجتماعي. لما تكلم مثلا عن وسائل التواصل الاجتماعي تشمل واتساب والتويتر والفيسبوك والإنستغرام وغيرها. فنعم، الكويت من أعلى المعدلات في العالم، ويمكن حتى في التويتر هي ربما تكون الأعلى بنسبة 85%. يعني عندنا ما يقرب من 800,000 مغرد في الكويت، وهي تقريبا الوسيلة الأنشط والأكثر تأثيرا في القضايا، خاصة القضايا السياسية والاجتماعية. فهذه لها دلالات أن بالفعل الشعب الكويتي شعب حيوي، والشباب الكويتي يعني في مجالات أخرى حتى غير اللي ذكرتيه في التجارة الإلكترونية هذا جدا مؤثر. وكثير منهم الآن عندهم مواقع، ونسبة الشراء من هذه المواقع جدا كبيرة. فهي يعني عادة الشباب الكويتي يتلمس هذه المجالات، وبالفعل يكون له نشاط كبير ومؤثر جدا. نعم. طيب، نسبة 96% رقم صراحة كبير. قد يقلق منا البعض، خاصة أن البعض يعتقد ويؤمن بأن مواقع التواصل الاجتماعي سلاح ذو حدين، فما رأيك في هذا العنوان؟ هو كلام صحيح، يعني بس هو السؤال أنها كيف نتعامل مع هذا الواقع؟ هل الحل أن نمنع عيالنا أو شبابنا من الدخول؟ هذا أمر غير واقعي. السؤال أنها كيف نحاول أن نوجههم إلى الطريقة المفيدة؟ يعني نعم، هناك مخاطر، خاصة مخاطر قانونية. يعني كثير للأسف من الشباب الآن عليهم قضايا جنائية بسبب التواصل الاجتماعي، ويمكن نيابة الإعلام الآن عندها آلاف القضايا بسبب أن طبيعة هذه الوسائل فورية، فيمكن يكون في حالة غضب ويكتب شيء وبعدين يتحسف عليه، أو أنه ما يحسب حساب أنه شنو اللي قاعد يقوله. فالتوعية والرقابة والتوجيه هي الوسيلة الأفضل، بدل ما نقول لهم أنه لا تستخدمونه، لأن هذا حل غير واقعي. الكل العالم قاعد يستخدمه، فإحنا فقط نحاول أننا نوجههم أنه شنو ما هو مسموح وما هو غير مسموح، وما هو مفيد وغير مفيد. يعني هناك أشياء كثيرة مفيدة جدا في وسائل التواصل الاجتماعي، فبدل من أن نمنعهم يجب فقط أن نوعيهم أن شلون تستفيد من هذه الوسائل دون أن تقع في المحذورات. نعم. يمكن أحيانا دكتور أن توجيه الآباء والأمهات لأبنائهم قد أحيانا لا يجدي، قد يلجأ البعض لي مثلا إشراكهم في دورات، مثل حضرتك تقوم بإعداد دورات تعلم فيها الشباب أو حتى الراغبين، لأن الحين مجال دخول التواصل الاجتماعي ما صار منحصر على الشباب، أصبح الكل. فكلمنا عن طبيعة هذه الدورات اللي تقيمها دكتور صلاح. يعني أنا الدورات، يعني أي واحد في وسائل التواصل الاجتماعي يحب يكون مشهور، أو هذه طبيعة بشرية. فالسؤال إنه شلون أصير مشهور؟ يعني ممكن تشتهر بوسائل غير
يعني غير سليمة، إنه يكون تستخدم كلمات جارحة، تتهجم على الناس. فالسؤال إنه شلون أكون مشهور ولكن بطريقة سليمة؟ أولا لازم تركز على واحدة من الوسائل التواصل، يعني ما يعني عندنا عدة وسائل تواصل، فاللي يبي يكون مثلا مؤثر يجب أنه يركز على وسيلة واحدة. النقطة الثانية يجب أنه يكون متميز، يركز على موضوع واحد مثلا. شمعنا وسيلة واحدة يعني؟ لأن ما يجب أن يكون مشهور في أكثر من وسيلة؟ تقدر، بس أنت قاعد تشتت جهدك زين. فمثلا أنا بالتويتر ما يمكن أكون في التويتر مؤثر، وفي الفيسبوك، وفي الانستغرام، وفي السناب شات. فأركز على وسيلة واحدة. ولذلك نلاقي أن مشاهير السوشيال ميديا هم دائما يركزون في واحدة من الوسائل. واحد يكون في السناب شات، واحد في الانستغرام، واحد في التويتر. صح. هذه الطريقة. الطريقة الثالثة، أنت لازم تشوف شنو المستقبل اللي هم المتابعين شنو يبون. فأنت لازم تكون تتعب على هالشغلة، لازم تشوف أن المشاهير هذا شنو قاعد يقدم. إما مثلا يكون ظريف وعنده فكاهة، فأنت إذا عندك هالميزة تركز عليه. بعضهم يكون عنده معلومات عن التكنولوجيا، الناس تتابع لأجل هالشغلة. في بعضهم لا، مؤثر سياسيا، يكون له عنده نوع من التحليل، بعضهم عنده معلومات، أصبح التخصص. فإذا أنت لازم عشان تكون مؤثر ولازم يكون عندك مصداقية، يعني الخبر أو المعلومة اللي تنقلها يجب أن يكون دقيق، لأن المصداقية أهم شيء في هذه المجالات. ويمكن المصداقية هي اللي تخلي نوع من الثقة طبعاً، لأن أنت إذا ما عندك ثقة أو ما عندك مصداقية في المعلومات تابعك الناس، لكن مجرد أن مثلا معلومة خطأ تهتز مصداقيتك، تفقد كثير من التأثير. وتتناول في خلال الدورات اللي قاعد تقيمها دكتور صلاح، تتناول مثل هذه الأمور؟ هو هذا، أن أنت يعني نقدم مجموعة نصائح، وكيف في طريقة تكتب. يعني مثلا أنت تكتب في الفيسبوك لها طريقة، تكتب في التويتر لها طريقة، ففي السناب شات لها طريقة في التأثير، توصيل الفكرة. فكل واحدة لها يعني خصوصيتها، فإحنا نقدم الأشياء اللي هي البارزة والعناصر اللي تكون مؤثرة في الجمهور. السؤال الأخير دكتور صلاح، ما هي أكثر الفئات العمرية اللي تقبل على مثل هذه؟ طبعا هي الفئات الشبابية، يعني أكيد يعني المتابعين من كل الفئات، لكن المؤثرين عادة أغلب المؤثرين تجدهم من فئة الشباب، لأنهم حيويين، يتابع الموضوع. يعني عندنا نسبة التويتر اللي يتابعون يوميا أو يشاركون يوميا ويقرؤون يوميا 34%. فمعناها أن أنت لازم تكون متابع لهذا، وأكثر اللي يتابعون هم الشباب. يعني أنا في دراسة سويناها أن الفترة اللي يقضون على اللي يقضيها المتابعين لتويتر أو بشكل عام وسائل التواصل تصل إلى 4 ساعات يوميا، إذا مو أكثر، بعضها يوصل إلى 12 ساعة يوميا. فمعناها أن فئة الشباب هي الأقدر وهي الأكثر إقبالا على مثل هذه الدورات. طب دكتور صلاح، إذا قلت لك رتب لي مواقع التواصل الاجتماعي في الكويت. في الكويت يعني حسب، يعني كانت قبل أشهر أو السنتين الماضيتين أو السنوات الأربعة لتويتر، لكن حسب آخر دراسة السناب هو اللي يعني كسر السوق، وبعدين يجي بعد التويتر، بعدين يجي الانستغرام، والأخير اللي هو الفيسبوك. الفيسبوك. نعم نعم. إذا دكتور صلاح الفضلي الأكاديمي والمختص في مجال نظم المعلومات، كل الشكر لوجودك معنا.